اعلنت الهيئه الوطنيه لاداره الطوارئ والازمات والكوارث والهيئه العامه للشؤون الاسلاميه والاوقاف عن اشتراطات الحج لموسم 1443 هجريه الموافق 2022 ميلاديه وتاتي هذه الاشتراطات استجابه لما اعلنته المملكه العربيه السعوديه من ضوابط حيث تشمل الاشتراطات ان يكون الحاج لم يسبق له اداء الفريطه ويقتصر الحج على الفئه العمريه أقل من 65 عاماً وأن يكون حاصلاً على اللقاحات والجرعة الداعمة بجانب تقديم نتيجة فحص سلبية خلال 72 ساعة قبل الوصول للمملكة.